أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بالتأكيد سيطر حدث اعتصام جماهير الهلال في نادي الهلال، وأيضا الأحداث اليومية في هذا الاعتصام انتقل إلى تكريم وإلى ليالي كبرى وإلى احتفالات. وهذا طرح التساؤل اللي طرحناه نحن في البرنامج، هل أنت مع أم ضد؟ إن شاء الله حنوريكم نتيجة الاستفتاء. تحالفات تجمعت هلالية تحت مظلة دعوة تجمع الهلاليين السودانيين، لسار ودعا لاجتماع والاعتصام، لبت فئات مختلفة من الجماهير هذا الاعتصام. السؤال المطروح في القبيلة الزرقاء، إلى أين هذا الأمر؟ ما هو رد وتفاعل مجلس إدارة نادي الهلال مع هذا الأمر؟ ما هو الدور الحقيقي لمؤسسات الرياضة في الولاية؟ وما هو دور الاتحاد السوداني لكرة القدم؟ إلى أين هذا الأمر؟ إلى أين يتجه؟ نبحث عن إجابات من خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة، نرصد هذا الحراك الجماهيري ونرصد أيضا ردود الأفعال. ودعوة مقدمة في البرنامج للجميع للإدلاء بآرائهم. أرحب باسمكم جميعا في ضيوفي في هذه الحلقة من تحالف الأهلة واللي أصبح مع تجمع الهلاليين وهم من المؤيدين لهذا الحراك، السيد صابر شريف البداوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا الأخ حاتم، مرحبا سودانية 24، مرحبا جماهير الهلال الوفية. إن شاء الله يكون الطرح واضح ونقدر نوصل المعلومة لكل الأهلة داخل وخارج السودان. نعم، نحن بنرحب بك وأيضا بالسيد سليمان محمود الشهير بأبو نادين تحالف الأهلة أيضا وتجمع الهلاليين. أهلا وسهلا ومرحبا بك. بداية حياكم الغمام وبسم الله ربا، والهلال السوداني حقا وتجمع الهلاليين أيقونة والألترس واقعا جميلا معاشا بين الشعب الهلالي، ثم عبرك الأستاذ حاتم التاج وعبر سودانية 24 أحيي جميع مشجعي الهلال وأقطابه وجماهيره في العالم أجمع من الداخل والخارج، وأقول لهم بمناسبة العيد الماسي وبلوغ نادي الهلال دور نادي 100، نقول لهم كل عام وأنتم بخير وكل عام والهلال واقع جميل. يعني نحن أيضا بنرحب بك معنا. وخلينا نبدأ في هذا الاعتصام، كيف ينظر الغالبية الناس لهذا الاعتصام؟ لماذا أيدتم هذا الاعتصام في تحالف الأهلة وانضممتم لهذه المظلة الكبيرة تجمع الهلاليين؟ هل سدت كل الطرق الأخرى؟ يعني لا تفاوض مع إدارة الهلال؟ هل في مناحي قانونية سمعنا عنها كثيرا؟ هل في خطوات توافقية ولا الأمر أصبح هذا هو الخيار الأخير باللجوء للاعتصام؟ سيد صابر، والله شوف أنا من فترة وفي برنامجك أفتكر قبل 3 أو 4 شهور اتكلمت عن الوضع الهلالي، الظروف بتاعت فريق كرة القدم المترددة، لأنه ما شاء الحين مجلس الهلال الحالي حاكم الهلال فترة 5 سنين، الوضع متردي من سيء لأسوأ. فنحن تكلمنا في الموضوع ده، تكلمنا في الإعلام سواء كان مري أو مغروء أو مسموع، فلا حياة للنادي ما بحد بذلك. مجلس إدارة نادي الهلال أصلا مجلس، ما في مجلس حكم فرد، رئيس النادي هو اللي بيحكم معه بعض الصحفيين، الكلام ده كررته كثير. حاولنا أنه يعني نصلح من شأن الهلال، نصلح من شأن فريق الكرة، مش يعني تحالف الأهلة ولا صابر شريف، لا كل الناس، يعني كل التجمعات، كل الأهلة سواء كان داخل وخارج السودان. أنا بقولها باختصار يعني لا حياة للمتين هذه، ما لقيتوا أي استجابة من مجلس إدارة نادي الهلال؟ ولا نحن لقينا التكبر والافتراء بصراحة، يعني ما اهتم لدعواتكم. لا مش ما اهتم يا أستاذي العزيز، هو تكبر وافترى على شعب الهلال. شعب الهلال شعب كبير، شعب الهلال شعب السودان، شعب الهلال الشعب الثائر،
فما ممكن انت الليله الشعب الهلال زعلان عشان فريق طلع من البطوله الافريقيه، فمن الطبيعي انت تهدي الامور بحكمه، بحكمه اهل الهلال وحكام الهلال ورؤساء الهلال القدامى، لا سيما البابا له الرحمه والمغفره، كانوا يحلوا المشاكل زي دي بحكمه وبحنكه، وحصلت حاجات زي دي كثير في المجتمع الهلالي، لكن الحصل في الواقع ان احنا عايشينه ما حصل، ما حصل خالص. النسيج الاجتماعي بتاع الهلال انتهى، كرة القدم انتهى، الهلال ماشي في تدني، الهلال ماشي في 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 انهيار، بقولها في انهيار، ويعبوني طيب. كثير من الناس ان الهلال ماشي في انهيار. طيب الهلال ماشي في انهيار، نحن كأهلة، انا كصابر ده رئيس تحالف الأهلة، معي الألطرس ومعي تجمع الهلاليين ومعي اي هلالي، اوكي، ما بنرضى ان الهلال ينهار، وضع طبيعي، ده فريقنا ضروري. لذلك لجأتم لهذا الامر، تصعيد عبر الاعتصام، شيء ديمقراطي، التصعيد الاعتصام شيء ديمقراطي وتعبير ديمقراطي، وانا بعدك في هذا البرنامج انه الاعتصام ما حيجي في نادي الهلال، الاعتصام حيسقط حسب الخطه المعموله من الشباب، نحن ما حنفصل عنها، لكن الاعتصام حيصعد لقدام لخل هذا الرئيس. طيب سيد سليمان، يعني اولا هل كل الأهلة على قلب رجل واحد ضد هذا المجلس؟ هل تعتبرون ان وصول الهلال لدوري ابطال افريقيا ومنافسته للاهلي القاهري باسمه الكبير والنجم الساحل ان هذا هو انهيار؟ الا تعتبر هذه نتيجه جيده باعتبار انه الهلال في هذه الاوضاع وصل الى مرحله المجموعات ونافس فرق كبيره؟ هل الجميع معكم؟ وهل تعتبرون ان نتيجه الهلال هذه انهيار الفريق بما قدمه الهلال؟ طيب بدايه حياك الغمام وحيا الله مشاهدينا يعني على هذه القناة الفتيح، لكن نحن كأهلة وكتجمع هلاليين بداية من المعلوم بالضرورة أن نادي الهلال ليس نادي فريق كرة قدم فحسب، إنه هذا النادي هو معروف نادي أيقونة ورمزية وطنية، له ما له وعليه ما عليه، بداية منذ التأسيس في 13 فبراير 1930 عكفوا رجال خريجين كلية غردون التذكارية، ده دليل وإرث تاريخي بدينا إنه الهلال دي نادي بتاع علمية ومنهجية ونادي بتاع ناس لهم دراية ومعرفة. فالغرض من تأسيس نادي الهلال من المعلوم بالضرورة إنه هو مجابهة المستعمر، ومن هنا نحن نحيي جميع الفتية الذين هم كانوا في الشارع وكانوا صابيننا وكانوا بترسوا في ثورة ديسمبر المجيدة، وفاتني أن أترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وما اعتصام نادي الهلال اليوم إلا هو امتداد طبيعي وطليعي جدا لتلكم الثورة التي بدأها شعب الهلال والرعيل الأول من نادي الهلال. فعليه أننا نحن بنرى تحكم فرد واحد عبر أيدي خارجية ليست لها أي علاقة بنادي الهلال، يا أخي بداية الكلام ده يعتبر هو تقليل من شأن الهلال نفسه. إذا جئنا مسكنا نبقى واضحين، يعني مجموعة بتاع الصحفيين وشلة يتحكموا في رئيس الهلال اللي أساسا أنا لا من أقول رئيس بعد إذن الشعب الهلالي، أنا بقول رئيس تجاوزا، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على هشاشة فمصيره الصغور. هو رئيس موجب انتخابات، هو رئيس جاء بديمقراطية هلالية، ديمقراطية مشوهة، مزورة، أنت تعلم تماما ديمقراطية مشوهة تماما، إنه اعتلى بها هذا الكاردينال كرسي نادي الهلال، وأنتم تعلمون تماما لما له من أيد عبر النظام المباد بأمر الشعب السوداني، فهو واحد من أذرع النظام المباد بأمر الشعب السوداني لما له وما عليه من تواصلات وعلاقات على مستوى العلاقات الشخصية والمال والمصالح في المؤتمر الوطني، وتعلمون تماما صلته بزوجة المخلوع وإخوة المخلوع والمخلوع نفسه والرقصة الشهيرة، يعني أنتم تعلمونها الآن موجودة. لكنه طلع ونفى كل هذا الكلام أنه لا ينتمي لحزب مباد ولا ينتمي لنظام سابق أو مخلوع، وأنه جاء بديمقراطية ولديه 6,000 عضو. فليغل ما يغل، فنحن يا عزيزي الفاضل فما بال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كاردينالي.
التفاصيل دي واضحة ومعلومة. نحن التاريخ ده حاضرينه وإحنا شهداء على هذا العصر. مارسنا في هذا النادي الصبر الجميل ومارسنا كافة أنواع الحرية والديمقراطية الموجودة في نادي الهلال، إلا أن الأبواب أوصدت على أوجهنا جميعا، العضوية مسكرة، الانتخابات مزيفة، عضوية مستجلبة، والمفوضية أس البلاء، ما يسمى بالمفوضية هذا أس البلاء. ديل الناس اللي أساسا جابوا هذا الكاردينال وخدته في هذا التراك، يغلق النادي، يغلق أبواب العضوية، يرفع أسعار العضوية، يمارس هو ذات وجوده في النادي ده غير شرعي، لأنه رجل فاقد للأهلية، وتعلم تماما أنه هو مدان بأمر القضاء السوداني، ومن هنا التحية للقضاء السوداني العادل النزيه. ولكن بالقانون هو جاء وترشح ومر في هذا الترشيح، والرجل له من المؤيدين وقاد الهلال الآن للفترة الثانية. هو قاد الهلال الآن يترنح، يعني الهلال الآن وجوده في الساحة يعني لم يفضل إلا هذا الجدران، والهلال دي لو اساسا انه هو يعني ما هو الترنح، يعني البعض يتكلم عن انه الراجل بنى جوهره الاستاد، قدم فيها الكثير من الاموال، فريق الكره كما ذكرت لك يصل الى دور الثمانيه ويقارع الكبار، يعني حتى من يسمع انهيار الهلال يظن ان الانهيار في المباني وانهيار في فريق الكره وانهيار في، يعني الا تعتقد انه الوصف شويه مبالغ فيه وفي ظلم وإجحاف بالرجل؟ أبداً لما قدموا؟ نحن نضع الأشياء في نصابها الصحيح ونسمي الأشياء بمسمياتها، وجاهل من ظن الأشياء هي الأشياء. يعتقد الكاردينال بهذه البناية وهي ذات محل لغط كبير جداً جداً، وبعدها لغة الأرقام لا تكذب. من واقع عملنا ودرايتنا ومعرفتنا بالعمل المحاسبي نحن نجي نقعد والحساب ولد أخي الأستاذ حاتم، أنت تعلم ذلك تماما. نعم. لما نحن طيب. نجي نقعد بأرقام والكاردينال من إحنا انتخبناه أو أساسا إنه هو جاء إلى نادي الهلال ما جاء هو كمقاول، جاء كرئيس لنادي كرة قدم في المقام الأول، ثم بعد ذلك نادي الهلال للتربية. هذه الخصوصية لها ما لها وعليها ما عليها. لا بد من إنه نحن يعني نريد أن نبني على إرثنا الماضي، إرث حضاري، إرث فيه وعي وفيه تقدم. طيب. من واقع الرؤساء الذين سبقوا. خلينا أسأل السيد صابر، الكثير من المنتقدين للحراك المعارض لمجلس إدارة نادي الهلال وللسيد أشرف الكاردينال يصف أن هذه التحالفات لا تستطيع أن تقود ميزانية نادي الهلال لشهر قادم، يتحدثون عن ضعف في 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 الأموال، ضعف في 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 مسألة الدفع، وأن هؤلاء المعارضين لو ترك لهم نادي الهلال ليوم واحد لاهتزت ميزانياتهم واقتصادهم. هل لديكم، يعني الأمر هو مجرد معارضة، أم لديكم مشروع مالي تخطيطي كبير استثماري لقيادة نادي الهلال؟ يعني هل تستطيعون أن تقودوا النادي الآن بما يفعل الآن الكاردينال ويدفع من جيبه هو الوحيد في مجلس إدارة نادي الهلال أو في الساحة الهلالية؟ والله أنا الكلام ده رديت عليه كثير يا أستاذ حاتم. نعم. أنا كصابر ورئيس تحالف الهلال اتكلمت في الموضوع، قلنا إنه نحن حنقدر ندير نادي الهلال ونصرف على نادي الهلال ونستجلب ونستخدم لعيبة يخلقوا الفارق في فريق كرة القدم لنادي الهلال في الفترة الأولى لمدة عام. الأعوام الأخرى نحن مرتبين استثمارات كبيرة لنادي الهلال، نادي الهلال نادي كبير، نادي الهلال يقدر يدير نفسه بنفسه باستثماراته. نحن مرتبين ملف أو إدارة استثمارية هي حتقدر تصرف على نادي الهلال وزيدك، يعني أزيدك زي ما يقول من الشاعر بيت، إنه ممكن يكون في فائض من استثمارات نادي الهلال في كل سنة، يعني الميزانية بتكون فائضة في الاستثمارات، ما حيكون في عجز ديون، ما حيكون في عجز ديون لأنه نحن جهزنا نادي الهلال لحد الليلة ما عنده سبونسر، ما عنده سبونسر. نحن جهزنا سبونسر خارجي. نعم. من دولة خليجية، جهزنا ترتيبات واستثمارات
داخلية وخارجية. فأنا أفتكر دي بتكون يعني استثمارات ناجحة وبتقدر تصرف على نادي الهلال. أيوة أنا بقول لك السنة الأولى يمكن يكون صعب لأنه نحن ممكن نمسك نادي مدمر يعني وضع طبيعي وخاتلنا. السنة الأولى بنصرف نحن كويس. من السنة الثانية نحن مجهزين هيشيل الفريق نفسه من السنة الثانية الفريق بيشيل نفسه بنفسه بالاستثمارات بتاعت نادي الهلال وبالسبونسر وبأشياء نحن مرتبيننا وعندنا ملف ليها جاهز وشاركين فيه كل الأخطاب الكبار. وحاليا انت خلينا من دي ناحية. الناحية الثانية انا ما افتكر الصرف بتاع نادي الهلال ما نحن من نادي الهلال البتقال ده ما حقيقة. البتقال ده ما في حقيقة. تضخيم يعني في تضخيم رهيب وفي تضخيم في الميزانية رهيب وفي شكاوي في الميزانية. يعني على سبيل المثال الكابل مكتوب في الميزانية ب 17 مليار يا ابو نادي. نعم. في كابل سيليك ب 17 مليار ما في. في تضخيم. الميزانية دي اجيزت من الجمعية العمومية؟ اجيزت لانه نحن سحبنا في تزوير كان في المفوضية زادة النصاب ده الكلام ده قبل تقريبا سنتين جازة النصاب والنصاب مكتمل ونحن كتحالف الهلال سحبنا وجازاهم في بعضهم يعني بمساعدة المفوضية الولائية. وأنا من هنا برفع كلامي واضح وبرفع نداء للسيد والي ولاية الخرطوم للنظر في حل المفوضية الولائية لأن المفوضية الولائية هي جسم الحكومي الغريب اللي بتدخل في الرياضة السودانية والحيدمر الرياضة السودانية. هو يتدخل سلبا وإيجابا ولا فقط هو سند طرف على الآخر؟ سند لكل الفوضى سند لكل الفساد. المفوضية هي عادي بايت حل المفوضية الاتحادية. لماذا لم تحل المفوضية الولائية؟ المفوضية الولائية جسم غريب وهذا ما ترفضه الفيفا كجسم غريب ومتدخل في الرياضة السودانية. طيب نحن معلش أستاذ لأن المفوضية دي شوية حارقاني المفوضية هي من تدافع عليه على أشرف. المفوضية هي من تخطط لأشرف لقيام جمعية عمومية غير عادية لتعديل نادي الهلال وغلب نادي الهلال لشركة مساهمة ويكون رئيسها يكون رئيس مجلس الإدارة السيد أشرف. هل لحد يعني الآن تخطيط هي المتحكمة لحد الآن؟ أيوة متحكمة في العضوية وفي فتح العضوية كل شيء. هي كل شيء ما تغير بنفس ولا حاجة بنفس تركيبة القديمة بنفس كل شيء بنفس رئيسها نفسه موجود وده كان في العهد القديم. طيب شنو الصورة عمل شنو يعني عمل شنو للرياضة يعني الوالي قاعد بيتفرج فيها كويس وهي تعمل وتعمل أشياء غريبة وما فاتحة العضوية نقدم شكاوي يرفضوها نعمل. طيب اتحاد كرة القدم بقيادة البروف شداد شنو بيعمل؟ هل لجأتم للاتحاد؟ ما ده السؤال ده لجأنا يا أستاذ حاتم للاتحاد والاتحاد قال ما ده ما شغلي. المفوضية لما تتحلى ويسندوا علينا الإدارة بتاعت الشهادة هم الحاجة بتاعتهم مش إذا أجيزت الأنظمة في الأندية تتبع لاتحاد كرة القدم حسب القانون الجديد؟ نعم حسب القانون الجديد إلى أن يجاز هذا القانون. لكن بداية أنا خليني أرجع لما أشرت إليه أنت يعني في حديثك ودي نقطة يجب الوقوف عندها يعني بداية أنك أنت إخوانا من سخرية القدر وتصاريف الزمان أن يكون يعني من لا يعلم يعمل عمل الذين يعلمون. يعني زول يجيك يقول لك أنا عندي إخواننا شوف أنا عندي 6,000 حسب ما ذكرت أنت 6,000 عضوية ده تصريح 6,000 عضوية يا أخي أنت من حتى أن يكون عندك 6,000 عضوية ده يوريك أنه دليل واضح أن سياسة القطيع ونظام المؤتمر الوطني النظام المباد بأمر الشعب السوداني والحشود المستجلبة في الرياضة إنها هي باقية ما زالت وموجودة وهذا العمل مسنود مباشرة بشكل واضح وصريح لقطاع الرياضة في المؤتمر الوطني هو يعمل هذا العمل سياسة القطيع. أنت رئيس نادي إيش عرفك عندك 6,000 العضوية هي لنادي الهلال والعضوية تكون هي عضوية برامجية إنك أنت تطرح رؤاك وأفكارك وبرامجك. هل إنك أنت كل من صوت لك أنت يعني بتعرفه؟ ما بتعرفه خالص على الإطلاق. حكاية إنه أنا عندي 6,000 من أنت؟ عنده كيان داخل النادي حينزل بو انتخابات عنده
عنده مجموعة تسنده. يعني التدقيق في أمر العضوية صعب. شوف أخي حاتم، حقيقتها لا تنكشف إلا بصناديق. ما نريد أن نقوله نعم لك وللمشاهد الكريم ولحتى أشرف الكاردينال، الهلال لشعبه ولشعبه القرار. فليعرف الجميع إنه الآن شعب الهلال اتخذ قرار، وإحنا كشعب نعم ثوريين أصلا ما حضر يجعب بطبيعة حالنا خالص. إحنا الثورة مستمرة والشوارع لا تقول. ماذا لو تمسك مجلس إدارة نادي الهلال بموقفه القانوني أنه ما حيسلمها إلا لانتخابات، ما حيسلمها إلا بانتخابات، ماذا ستفعلون؟ إحنا بعد شوية حنشوف إيهاب أستاذ إيهاب ونشوف الموقف القانوني في كثير من الشكاوى وكثير من الأشياء حتى قرارات قضائية، هل أثرت في موقف مجلس إدارة نادي الهلال؟ القرارات تصدر من القضاء بكل أسف، نسبة لأن الدولة العميقة ما زالت موجودة ومتحكمة في مفاصل الدولة. قرار قضائي في مواجهة أشرف الكاردينال لصالح جماهير وشعب الهلال، لن تستطيع يعني جهة قانونية موجودة في البلد أن تطبق هذا القرار وتنفذه في هذا الأشرف. عشان كده أنا بقول لك بقايا الدولة العميقة وفلول النظام المباد بأمر الشعب السوداني يجب أن يكافحوا مكافحة ثورية، فلا بد لنا نحن بالشرعية الثورية. والآن نحن اعتصامنا دي وحراكنا في داخل نادي الهلال هو حراك سلمي، لحد تاريخ اللحظة نحن منتهجين السلمية ولم نصعد بعض. نعم. طيب نحن عشان نقيف على موقف أستاذ إيهاب حجازي، أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا أستاذ حاتم، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين ومشاهدي قناة سودانية 24 وبرنامج حال الرياضة وضيوفك الكرام في الاستوديو، لهم التحية. نعم لك التحية. وكثير من الـ من الـ من الشكاوي والقرارات والمسارات القانونية، لكن شعب الهلال ينظر إلى أنها لم تأتي بنتيجة. مثلا مجلس إدارة نادي الهلال في موقفه، وحتى بعد هذا الاعتصام المجلس أعلن أنه رئيسه أعلن أنه مستمر ولن يتخلى عن هذا الأمر إلا من خلال انتخابات، وذكر أنه يسلم إذا سلم هذا النادي يسلم للقوي الأمين. يعني التساؤل اللي يطرح نفسه، هذه المسارات القانونية إلى أين أفضت؟ كثير من الدعاوي رفعت، كثير من القضايا استهلكت وقت كثير من الرياضيين، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ حقيقة نحن في الحراك الهلالي ابتدرنا الحراك القانوني منذ اليوم الأول لترشح أشرف الكاردينال لرئاسة نادي الهلال، وفي الفترة السابقة وفي ظل العهد البائد كان يجد الحماية الكاملة من كل مكونات النظام البائد السابق. الآن نحن نستشرف دولة الحرية والقانون، تقدمنا بعدة شكاوي وبلاغات في بعض النيابات المختصة، وفي اعتقادنا الكبير أنه المسار القانوني يصور بصورة طيبة جدا جدا جدا، وبإذن الله في القريب العاجل ستأتي كل البلاغات كلها وسنصل لما نبتغيه إن شاء الله من هذه البلاغات. حديث الكاردينال عن انه باغي الهلال لمده 25 سنه وانه ما هو تقدر تقضيه، هو نفس حديث المخلوع في ايامه الاخيره انه يسير على خطاه وعلى الحافر على الحافر، لا جديد يعني، هو ما يتعظ من 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 صديقه والراقص معه في افتتاح جوهرته المزعومه، وما اضطرب من التجارب الانسانيه وما زال صادقا في غيه، لكن شعب الهلال وجمهور الهلال غادر على ازاحته بالقانون وبقوه الضغط الجماهيري ان شاء الله. يعني هل تعتقد ان هذا الاعتصام سيبلغ غاياته؟ هل تعتقد انه لن ينفض هذا الاعتصام الا بتحقيق اهدافه؟ بالتأكيد التحية لشباب الألطراف، التحية لرواد النادي، التحية لتجمع الهلاليين السودانيين وتجمع الروابط والرواد والمنتديات الهلالية. الناس تعاهدت على أن هذا الاعتصام لا بد أن يبلغ منتهاه وسدرة منتهاه زوال هذا العهد البغيض. ما هي الضمانات أستاذ إيهاب بأنه هذا الاعتصام سيزيل مجلس إدارة نادي الهلال؟ ضماناتنا أننا الآن نستشرف
دولة الحرية والقانون. هذه أكبر ضمانة والضمانة الكبرى قوة الضغط الجماهير وإيمان هؤلاء الشباب بقضيتهم. نعم، لكن أنتم تؤكدون دائما أن المفوضية هي نفسها، وأن المفوضية باقية على حالها وعلى قراراتها، وأن وزارة الشباب والرياضة الولائية أيضا لم يحدث فيها تغيير كبير، وحتى وصلتم للولاية لوالي الولاية وقدمتم كثير من الشكاوي أو الاستيضاحات أو أشياء للفت النظر إلى هذه القضية، ولكن كان الرد واحد أو الرد غير موجود أو الرد غير إيجابي. والله يا أستاذ حاتم، فعلا هي دي الآن القضية الشائكة أمامنا، لكن نحن إن شاء الله بقوة الدفع الجماهيري وبحراكنا الكبير الذي تحركناه في اتجاه المفوضية والوزارة، بإذن الله في القريب العاجل الناس حتسمع أخبار طيبة جدا في هذا الملف. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا أستاذ إيهاب الحجازي، واستعرض مع المشاهدين الاستفتاء المطروح من قبل برنامج حال الرياضة السودانية 24، اعتصام عدد من جماهير الهلال بنادي النادي والمطالبة بإقالة مجلس إدارة نادي الهلال. يعني السؤال اللي هل تتفق؟ لا أتفق 20.7%، وأتفق مع هذا الأمر 79.3%. يعني كيف تعلق على هذا على هذه النسبة سيد صادق؟ لأنه الناس خلاص، يعني أنا بعلق، أنا كنت مفتكر على 20% تكون ماضي. أنا مفتكر تكون أكثر من كده؟ طبعا مفتكر يكون 100% أوافق، لأنه الناس شعب الهلال خلاص وصل الحد. يعني الناس، يعني أنا ما قابلت شخص من شعب الهلال سواء كان في عزة الهلال زمان وحاليا، كل حتى ناس في عزة الهلال خلاص زيه، خلاص الناس وصل بهم فاض بهم. يعني من اتكلمت بينك عن انه الهلال وصل لمراحل مدرج، شنو يعني وصل لمراحل؟ في النهايه ما طلع لكن منافس الاهلي حتى ولو يعني حتى لا النجم الساحلي هو كان ممكن ياخذ البطوله، كان في اداره قويه، في ترتيب من بدايه البطوله، في تنسيق من بدايه. انا اتكلمت في الحاجات دي، اتكلمنا فيها كثير. يعني اللعيبه اتسجلت، اللعيبه جددوا للعيبه متاخر، اللعيبة بتاخذ الحوافز بتاعتها، ما في تسجيل بتاع محترفين بيخلقوا الفارق، فما حتقدر تفوز بالبطولة ولا حتقدر تنافس اصلا. فنحن كنا متوقعين خروج الهلال. طيب نحن لنا تقريبا 5 سنين الهلال بيخرج بنفس الطريقة، ليه متى يستمر كده؟ ليه متى يستمر النسيج الاجتماعي بتاع الهلال فيه تفكك؟ يعني انا قلت لك باختصار انه الهلال ماشي في انهيار. فنحن لا، الانهيار ده اللي اتفق معك صابر فيه كثير من الناس. يعني اذا سال الناس ما هي نقاط هذا الانهيار، ما هي علامات هذا الانهيار، اين انهيار الهلال؟ انهيار الهلال في فريق كرة القدم، انهيار الهلال في تفكيك وتفتيت النسيج الاجتماعي بتاع الهلال كله كويس، صارت يعني مكايدات بين رئيس الهلال والأرطرس، رئيس الهلال والأخطاب، رئيس الهلال والصحفيين الهلاليين. يعني نحن شعرنا رئيس الهلال جبهة وباقي شعب الهلال كله جبهة تانية وبحارب فيهم. على ذكر الأخطاب، هل كل أخطاب الهلال ورموزه معكم في هذا الحراك؟ ألا يؤيد بعض الأخطاب مجلس إدارة نادي الهلال ويقف معه ويساند؟ أنا أكد لك هنا وبعلن لك في برنامجك، كل أخطاب الهلال مؤيدين للاعتصام ومؤيدين لما يفعله شباب الأرطرس وتجمع الهلة وما يدور من اعتصام، كله موافق على كده، لأنهم كلهم زي ما بقولوا إنه شنو شاعرين بانهيار الهلال. طيب سيد سليمان، هل شعرتم بتجاوب الاعتصام ده له كم يوم؟ في البلد سلطة، صحيح أنه الناس بتتكلم عنه لم تتم استكمال كل هياكل السلطة، جات وزارة الشباب والرياضة جديدة هي وزارة الثورة،
على مستوى الاتحاد، لكن هل في أي ردة فعل؟ هل في أي تحرك من وزارة اتحادية أو وزارة ولائية أو مفوضية أو ولاية أو أي جهة قانونية تهتم لأمر الرياضة في السودان؟ الآن الاعتصام يدخل على عدد من الأيام، هل في أي تحرك؟ شعرتم بأي تحرك؟ طيب للمرة الثانية، الهلال لشعبه ولشعبه القرار. هذه الأيقونة موجودة داخل مسرح كرومة، ومن هنا أسمح لي أني أنا أحيي ذلكم الجسم العملاق، تجمع الهلاليين السودانيين، من هنا له التحية. ثم أحيي فتية الألترس البلو ليونز، أولئك هم الفتية الأشاوز الذين هم ما سلكوا فجا إلا وسيسلك الكاردينال فجا غيره. نحن نعلم ذلك تماما، لكن أنه نحن فهي شخصية المسألة شخصية؟ ليست شخصية، الألترس جسم نشأ وتكون في نادي الهلال، يعني هلالي صرف، ليس وافد ولا دخيل على نادي الهلال. ومن هنا التحية لجميع أبناء المصاطب وأبناء المدرجات. على سبيل المثال لا للحصر، ذلكم الشاب الراكز جدا صديقي ورفيق الدرب والنضال الأستاذ أحمد بشيبة، وكل الذين هم مثله من شباب الألترس، أي واحد فيهم بيمثل بشيبة. فإحنا نفسنا طويل والله، لا زهجنا ولا كملت لساتكنا. الثورة دي لسه هتدرس وتحرك، خبرنا لسه يا ما حنواصل في التصعيد كثير جدا جدا. ولا يصمد أمام هذه الثورة الجارفة لحد ما يجيكم صدى. يعني ما جاوبت على السؤال، هل جاكم أي ردة فعل رسمي؟ إحنا لغاية تاريخ هذه اللحظة ما في تحرك رسمي، لسه نحن قاعدين في اعتصامنا، بنبني فيه بنأسس فيه كما كان في اعتصام القيادة أخي حاتم التاج. أنا بذكرك في البداية لما إحنا اعتصمنا في 6 إبريل، ومن هنا التحية لكل التروس الأشاوس ولجان المقاومة والناس اللي كانوا صابيننا ومؤمنين بالحراك الثوري وقضية السودان كوطن. فالهلال وطن داخل وطن. كل هذه التقاليد الثورية الآن هي موجودة في داخل نادي الهلال في هذا الاعتصام المجيد والميمون. بداية إحنا لمن كنا في ميدان اعتصام القيادة منذ 6 أبريل ما جانا أحد، وإحنا ما زهجانين ولا مستعجلين ذاته عشان يجينا أحد. نحن بنعرف كلما قويت ثورتنا قويت شوكتنا على صوتنا ازداد الحشد والجمع. ونحن بنعرف كل شيء في هذه الحياة يتخذ برأي جمعي وبوحي جمعي، بيمثل عمل جماعي بيديك منتوج جماعي. فنحن بنعرف بتين نحن بنجي في اللفة الأخيرة. الآن نحن في ترتيبات، ما منزعجين، ما منزعجين خالص. سيد صابر، يعني كيف تفسر عدم وجود ردة فعل رسمية من أي جهة تجاه ما يحدث في نادي الهلال الآن، سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ هي ردة الفعل بتجي من وين؟ ردة الفعل المفروض تجي من المفوضية الولائية تمام؟ أو وزارة الشباب والرياضة. نعم. أو والي الخرطوم. هم ما بيجوا، دول كلهم ما بيجوا لأنه هم متحالفين مع السيد الرئيس نادي الهلال. تعالوا بيغطوا له بالعربي، يعني خلينا نتكلم بواضح كده، بيغطوا له وما ما ما بطب. طيب يعني إذا كان كل هذه الأجهزة هتجي تقول الاتحاد ما له علاقة، اتحاد كرة القدم. نعم. تمام، الأجهزة دي كلها متحالفة، والدليل على كده ونحن نطالبهم من هنا عشان المشكلة دي تتحلى والأمور كلها تكون واضحة وترتيبات الهلال تمشي في مسارها الصحيح. في قرار بتاع المحكمة العليا، المحكمة العليا التي حكمت بعدم أهلية السيد رئيس نادي الهلال، وحكمت المحكمة حكمت على كده. تمام، التنفيذ لن يتم لحد هذه اللحظة بأمر من الرئيس المخلوع، بأمر من الرئيس المخلوع. نحن أوقف التنفيذ. المحكمة العليا حكمت تمام بعدم أهلية السيد رئيس نادي الهلال لإدارة نادي الهلال في المرحلة السابقة والمرحلة الحالية. السيد الرئيس المخلوع هو من أوقف التنفيذ. طيب الرئيس المخلوع راح، لماذا لا تتحرك المفوضية والأجسام الغريبة الموجودة لتنفيذ هذا الموضوع، لتنفيذ الغرار. الغرار في 2016 بتاع الشباب عندنا، لكن لا حياة لما تداري بتقلوا الورق. طيب يعني معروف في السودان الحاجة اللي هي غير راغبين تنفيذها بخطها تحت الطاولة، يعني معروف وينسوا. أخيرا سيد سليمان، يعني
تكلمت عن نفسكم طويل وإنكم صابرين وصامدين في هذا الميدان، ولكن ماذا لو كان أمر الهلال وصل إلى انتخابات بنظام جديد وبعهد جديد؟ هل تستطيعون أن تنافسوا المجلس الحالي؟ حباب الانتخابات، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على هشاشة فمصيره السقوط. فعشان كده أنا عادة دائما عندي مقولة، فمن هنا بحيي كل الشباب الهلاليين يعني، وبقول لهم حياكم الغمام للمرة الثانية. قاعد أقول ما بني على باطل فهو كردون، وما بني على هشاشة فهو هارون. يا أخي أنا ما بقصر وإنت ما تفسر، الكلام دي ثابت. فإذا أصلا جينا لانتخابات لممارسة ديمقراطية شرعية ومباشرة، يعني أنت الكاردينال لا يستطيع أن ينزل للانتخاب. أنت من حقك أن تعارض الكاردينال، ولكن لا تربط بمثلا بالباطل وتقطع بهذا الأمر، لأنه هي مساحة للرأي وللرأي الآخر. من حقك أن تطرح كل دفعاتك، ولكن دون وضعه في مسميات. المسميات هذه لا تأتي جزافا، لها ما لها وعليها ما عليها، عندها اشتراطات. الاشتراطات منها فقدان الأهلية، منها أن لا يكون الرجل ودين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. والكلام ده من واقع مجلة الأحكام القضائية الصادرة في 2017. لكن كان في القانون أنه قبل 7 سنين، ولذلك تحركت الدور الرياضية عزيزي الفاضل مطلقا، لأنه الرياضة تتعلق بالنشء وتربية الأجيال. دوننا الدبل بي البي بي بلاتر وبلاتيني، من الذي منهم حوكم أمام القضاء في جريمة بمجرد شبهة؟ اتهامات شبهة، وده فما بالك من رجل مدان. فعشان كده زمن الغدغطة والدسديس انتهى. وثورتنا هذه ليست ثورة حصريا على نادي الهلال منكفئة في ذاتها ومنغلقة عليه، هذه الثورة امتداد إلى ثورات أخرى. نحن قررنا مثل ما إننا أتينا لنظافة هذا الوطن من الكائنات الظلامية، يعني لا أعادهم الله النظام المبدع بأمر الشعب السوداني، نظام المؤتمر الوطني. اليوم نحن نكنس الفلول من جميع المؤسسات الرياضية، نادي الهلال أولا، من بعد سنتجه إلى الاتحادات وإلى الروابط وإلى بقية الأندية. فنحن بنقول لكل الرياضيين الموجودين في السودان هذه بمثابة دعوة، شمروا السواعد وكل منكم يعمل فيما يليه، فإن ثورة الرياضيين قادمة عبر تجمع الهلاليين السودانيين، فهي ثورة جارفة لا محال. نعم، أنا أشكرك أخيرا سيد صابر. القرار الأخير لهذه التحالفات، هل تستطيع أن تذهب في انتخابات حرة نزيهة لمواجهة أي تحالف، سواء هذا المجلس الحالي أو مجلس آخر؟ طبعا، يعني نحن كتحالف الهلا جاهزين لخوض انتخابات حرة نزيهة، لكن حاليا نحن مع العضويه اللي عندنا غير مجدده، نعمل عضويه جديده مغلقه، مسكره كل الابواب علينا لاي تنظيم، مش تنظيم تحالف اللهية ولا تجمع الهلاليين، كله مقفل. فكيف انت مقفل كل الابواب بتحت العضويه وتطالب بانتخابات شهر 7؟ هيكون الامر محصور على عضويه. انا اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة في الحلقة، على هذه التوضيحات. أيضا أستاذ سليمان أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة في هذه الحلقة، ونتمنى أن نلتقيكم ووضع الهلال أفضل حالة. حياك الغمام أخي الأستاذ حاتم التاج، وقناتك الشامخة وبرنامجك المحضور المسموع، وحيا الله جميع شعب الهلال الحر والصحافة الحرة، وتبا للكائنات الظلامية أينما حلت، ثم تبا للصحافة الصفراء التي لا تساند الحرية ولا الديمقراطية ولا الرأي والرأي الآخر. شكرا سيد صابر. شكرا يا أخي حاتم، بقول لشعب الهلال المحتصم استمروا لقدام، النصر غريب والله الوطن الهلال. شكرا.